هل الزواج قدر؟ بلا ريب أنه قدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ومن الأقوال: المقدر له سيوافيه. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.